يعني أولا موضوع الإرهاب وموضوع السلامة العامة وإنفاذ القوانين الكندية على جميع المواطنين الكنديين مسألة لا لبس فيها، وهي حساسة جدا لجهة تأمين الاستقرار. والقضاء الكندي قضاء مستقل تماما. ما حصل في الحقيقة هو يأتي في السياق الطبيعي لما قامت به الحكومة الكندية بالنسبة لعوائل عوائل عناصر داعش، ولطالما وجهت انتقادات لرئيس الحكومة الكندية جوستين ترودو بأنه لا يعير اهتماما للمعتقلين الكنديين خاصة النساء والأطفال. ولكن هذا الموضوع لا يتدخل فيه رئيس الحكومة، وإنما بناء على اللوائح التي وصلت التي تؤكد أن هناك 14 كنديا مؤلفة من 4 نساء وعشر أطفال كانوا متواجدين في معسكرات لدى قصد، وعام 2023 يعني العام الماضي تم عودة استعادة امرأتان مع أولادهما، و الإجراءات القانونية اتخذت بحقهما وهم موجودون في تورونتو طبعا، ولكنهم يخضعون للتحقيقات وبناء والأحكام التي يمكن أن تصدر بحقهم يجب أن تكون مقرونة، أي أن تكون هناك قرينة مشاركة بأعمال إرهابية. وهذا ما تسعى يحاول الادعاء العام إثباته في حال وجدت المعطيات المادية لذلك، وبالتالي سيتم إنفاذ القانون وقانون السلامة العامة عليهم. أما الأطفال فهم بعهدة عائلات النساء ورعايته ومتابعتهم من قبل الأجهزة المعنية للشؤون الاجتماعية. أما فيما خص الكندية التي اعتقلت خلال الأيام الماضية فهي كما ذكر تقريركم هي موجودة منذ عام 2022، ولكن كما قلت كانت المسألة هي أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الكندية وهي لها باع طويل في وتعتبر من الأجهزة القوية في العالم، وبالتنسيق مع أجهزة التحالف يجرون تحقيقات دقيقة وفي حال تم التأكد من مساهمة هذه المواطنة الكندية بأعمال إرهابية وجرمية. اليوم هو وجه الاتهام، وإنما التحقيقات والمحكمة في حال أقرت وفرضت عليها فلا شك أنها ستخضع للقوانين المرعية الإجراء. فبالتالي كندا بهذه الناحية تحترم وتصر على الموقف الحيادي الإنساني، يعني أنها منحازة للجانب الإنساني فيما خص الأطفال، لأنهم حريصون على أن لا يتم إقامة وتربية ووضعهم في وضع الأطفال في بيئة تشوه مستقبلهم وتفكيرهم وتجعل منهم
منحرفين على المستوى الاجتماعي والسلوكي العام. لذلك هي تولي هذه الأهمية في مراعاة وفي دراسة والتدقيق في الاتهامات وكيفية تأمين الرعاية السليمة والمعالجة النفسية. وهنا تركز أيضا الحكومة الكندية على المسألة النفسية والذهنية للأطفال وللنساء أيضا في حال ثبت أنهم لن يعودوا يشكلوا خطرا على الأمن والسلامة العامة في الساحة الكندية. نعم دكتور نزيه، أيضا بالإضافة لما ذكرته حضرتك أنه السلطات الكندية استعادت 14 كنديا من مخيمات موجودة لا في هناك 14 كندية موجودين في المعتقلات، لكن بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، أعذرني على المقاطعة دكتور نزيه، لا يزال هناك 30 كنديا موجودا في مخيمات شمال شرق سوريا بينهم 10 أطفال. يعني هناك تقصير من قبل السلطات الكندية. يعني الإدارة الذاتية في أكثر من مرة صرحت وطالبت الدول باستعادة رعاياها من عوائل تنظيم داعش الإرهابي، وحتى كانت هناك يعني انتقادات لجاستن ترودو أيضا بأنه هو مقصر في استعادة المواطنين الكنديين من مخيمات إقليم وشمال مخيمات عفوا شمال وشرق سوريا. إذا لماذا هذا التقصير برأيك؟ التقصير هو أنه هذه المعلومات هي أولا بالنسبة لرقم 30 أنا أشرت إلى 14 هم نساء وأطفال، ولا ما أقول قد يكون هناك ذكور كنديين من بين المعتقلين، ولكن هذه المسألة لها علاقة بالمعلومات الاستخباراتية التي يجب التأكد منها والتحقق منها قبل اتخاذ أي مبادرة لمعرفة المسار القانوني الذي يجب أن يخضع له هؤلاء فور عودتهم إلى كندا. فبالتالي جمع المعلومات وتقاطع المعلومات الاستخباراتية مع قوى التحالف ومع قصد من جهة إنسانية، جميع هذه العوامل هي التي ستحدد مستويات القبول وسرعتها، لأنهم لا يريدون، يعني هي حريصة، السلطات الكندية حريصة على عدم الانزلاق إلى مأزق بحيث يتحول هؤلاء دون أن يكون هناك رقابة وتحقيقات جدية ومعمقة إلى قنابل موقوتة يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأمن والسلامة العامة. لذلك هي إشكالية حقيقية يعاني منها هؤلاء المواطنون الكنديون في معسكرات الاعتقال. طبعا هذا ضغط ومسؤولية على قصد، ولكن أيضا حالة داعش هي إشكالية كبرى لم تعد هي من مسؤولية، ليس محصورة بمسؤولية كندا، وإنما هي مسؤولية دولية سواء كانت عربية أو غير عربية، إقليمية أوروبية أو غير أوروبية. فهي حالة سلوك عام يجب التمحص جيدا قبل توجيه الاتهامات أو تحويل إلى قد يكون هناك أبرياء منضمون منهم، أو قد يكون فعلا متهمين شاركوا عن قناعة عن سابق إصرار وتصميم. هذا كله يحتاج إلى فترة زمنية. طبعا بالسياسة الحالة الديمقراطية في كندا تسمح بتوجيه الانتقادات، لأنهم يرون أن كندا هي دولة مسالمة ولا تحبذ العنف، وخاصة هي أنها منحازة إلى المرأة وإلى الأطفال تحديدا، وهذا منصوص عليه في الدستور الكندي. لذلك كانت الأضواء مسلطة على النساء والأطفال بالدرجة الأولى. أشكرك جزيل الشكر الدكتور نزيه الخياط، باحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية، كنت معنا مباشرة من كندا.